سيدة كريمة، يعني نقرب المشاهد أكثر من بعض هذه الروائع للشعر الصوفي، لهذه الإبداعات طبعا، ويرافقك سي رشيد عزفا طبعا على الناي وأدائك، تفضلي. أنصت، أنصت إلى الناي يحكي حكايته، ومن ألم الفراق يبث شكايته. مذ قطعت من الغاب والرجال والنساء لأنين يبكون، أريد صدرا مزقا مزقا برحه الفراق لأبوح له بألم الاشتياق. وكل منقطع من أصله دائما يحن إلى زمان وصله. وهكذا غدوت مطربا في المحافل، أشدو للسعداء وأنوح للبائسين، وكل يظن أنني له رفيق.